فعلا وحدة وطنية حقيقية، مطلوب منا أن نكون على حجم التحدي. هذه الإدارة الأمريكية فعلا ليست فقط منحازة إلى جانب الاحتلال، هي تتصرف وكأنها الوجه الآخر لهذا الاحتلال، وبالتالي مطلوب منا جميعا ونبدأ من أنفسنا نحن أن نكون على قدر هذه المسؤولية، لأن فعلا بشرعنة المستوطنات من قبل وزير الخارجية الأمريكية وأيضا حكام تل أبيب يحاولوا بتسريع قرارات الضم لمنطقة الأغوار وتهويد القدس أيضا، كل هذا يستدعي منا حراكا فلسطينيا. بداية الحراك الفلسطيني مهم جدا جدا، ومهما كان حجم هذا الحراك فهو مهم جدا جدا، من أجل أيضا أن كل الشعوب الحية وكل أصدقائنا في العالم أن يكونوا معنا في هذه المعركة. يعني أيضا هناك أنتم في الإقليم تقع عليكم مسؤولية كبيرة بعد قرارات حكومة نتنياهو بضم الأغوار الشمالية، هل هناك جدول من الفعاليات والخطط الاستراتيجية لمقاومة هذا المخطط الاستيطاني؟ بالتأكيد مطلوب منا، ونحن إن شاء الله على قدر المسؤولية، قطاعات شعبنا في محافظة طوباس بشكليه الشعبي والرسمي مطلوب منا جهد كبير من أجل إفشال سياسة الاحتلال في منطقة الأغوار ومن أجل إفشال ضم الأغوار، فمطلوب منا التحرك ولا نستهين بأي جهد مهما كان بسيطا، لأنه ذرة ممارسة خير من دسة برامج، أن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام. لا نستهين بأي فعالية مهما كانت، فشعبنا عظيم، وعبر كل الأزمات أثبت شعبنا أن هذا الشعب عظيم. هناك 29 احتلال تعاقبوا على هذه الأرض، وبالتالي أيضا هذا الاحتلال، بالتالي حتما هذا الاحتلال إلى زوال. محمود صوافط أمين سر الإقليم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وشكرا لوجودك معنا عبر برنامج فلسطين هذا الصباح. نعم ألاء، وعلى حالة من الغضب تسود كافة محافظات الوطن بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكية وإدارة ترامب بشرعنة المستوطنات واعتبارها قانونية، وأيضا حالة من الغضب هنا في محافظة طوباس نتيجة قرارات نتنياهو بضم الأغوار، وأن هذه الأغوار تشكل جزء هام من محافظة طوباس، وهي تشكل نسبة 70% من مساحة محافظة طوباس الإجمالية. شكرا لك أمير، وتحية لضيفك أيضا على هذه النافذة. نواصل معكم محطاتنا مشاهدينا، ونتحدث عن مسيرات جماهيرية ويوم غضب في كل المحافظات الفلسطينية تنديدا بالقرارات الأمريكية الإسرائيلية بشرعنة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية. وبالتزامن مع هذا اليوم، يوم الغضب، كان هو يوم غضب أكبر باستشهاد الأسير سامي أبو دياك. معنا في الاستوديو الأستاذ ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح. يسعد صباحك. صباح الخير لك، صباح الشهادة والشهداء، تعزينا لوالدة الأسير البطل سامي أبو دياك الذي التقى مع صباح هذا اليوم إلى العلا، وأيضا تعزينا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذا الصباح الحزين المفعم بالأمل أيضا بارتقاء هذا الشهيد المناضل الذي عانى ما عاناه في سجون الاحتلال نتيجة هذه السياسات العنصرية، سياسة الإهمال الطبي وسياسة الحجر الطبي وليس العلاج الطبي في سجون الاحتلال. نعم، يعني هذا اليوم يوم استشهاد الأسير سامي أبو دياك تزامن مع هذا يوم الغضب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في مختلف المناطق، طالبت الكوادر وكل الشعب بإعلاء الصوت احتجاجا على هذه القرارات العنصرية بضم طبعا الأرض الفلسطينية وبشرعنة المستوطنات. كيف ترى هذه القرارات تهديدا للأمن والاستقرار ليس فقط على المستوى الفلسطيني وإنما أيضا العربي؟ يعني أولا الشهداء هم من يرسموا لنا خارطة الطريق إذا جاز التعبير للوصول إلى الهدف. شهيدنا صباح هذا اليوم ارتقى ليجدد العهد ويزرع فينا الأمل
ونجدد له الوعد أن نستمر في العطاء والبذل والتضحية من أجل الوصول إلى حرية هذا الشعب الفلسطيني. يعني هذا اليوم ليس يوم غضب لأنه زعلانين وحردانين ومش عجبتنا الحياة ولا عجبنا يعني هذا أو ذاك، هو يوم لاستمرار العطاء الوطني الفلسطيني في كل المجالات وفي كل الأصعدة، هو تجديد للروح النضالية مقابل محاولات هذا الاحتلال والإدارة الأمريكية استحضار أرواح هذا المشروع الصهيوني الذي دخل في غرفة الإنعاش عمليا منذ فترة، يحاولون إنعاش هذا المشروع على حساب شعبنا الفلسطيني باستحضار أرواح أولئك الذين مهدوا الطريق لاغتصاب هذا الوطن الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لم يتوقف عن الفعل النضالي يوما، وإن تغيرت أشكال وأدوات نضال شعبنا الفلسطيني في محطات مختلفة، هذا التمادي الكبير الذي تمارسه الإدارة الأمريكية الذي وصل إلى حد التماهي والشراكة الحقيقية مع هذا الاحتلال لتمرير هذه السياسات الصهيونية الأمريكية في السيطرة المطلقة على هذه المنطقة وفقا للأيديولوجيات والأفكار التي أسس على أساسها هذا الكيان العنصري الإحلالي على أرض فلسطين، كشروا عن أنيابهم ببساطة في هذه المرحلة نتيجة هذه الحالة من الضعف والهوان والتفكك في هذا العالم العربي والإسلامي. لا نستطيع إنكار ولا يستطيع أحد في هذا العالم أن ينكر أن هذه الحالة العربية المتردية في هذه المرحلة في هذا الإقليم هي التي شجعت هذه الإدارة الأمريكية تحديدا وما قبلها من إدارات ودولة الاحتلال وهذا اليمين في إسرائيل. وبالتالي الشعب الفلسطيني كان دوما في الميدان، في ميدان المواجهة، وكانت فلسطين بشعبها بفصائلها وتحديدا حركة فتح هي جدار المقاومة، جدار الصمود لهذه الأمة في وجه هذه المخططات، لأن ما جاءت به فتح منذ البدايات كان رسالة لهذه الأمة العربية أن كرامة هذه الأمة العربية ووحدة هذه الأمة العربية وهذه الكينونية القومية التي يتحدثون عنها صباح مساء لا يمكن أن تتحقق إلا بتحرير فلسطين واقتلاع هذا الجسم الغريب. ولكن سارت الأمور والتدخلات الدولية من هنا وهذه الانهيارات في هذه المنظومات الدولية بشكل يعني ممنهج جعلت من القضية الفلسطينية يعني اللعبة السياسة الدولية، يحاولون أن يبقي هذا الحال الفلسطيني على ما هو عليه. ما يسعى له العالم هو إدارة شؤون هذا الاحتلال وتحسين ظروف هذا الشعب الفلسطيني، وهذا ليس هو هدف شعبنا الفلسطيني. بعد هذا التمادي وهذه العنجهية الصهيونية في هذه المنطقة لابد لنا نحن الفلسطينيين أن نوجه رسالة واضحة وربما تكون آخر الرسائل لهذا المجتمع الدولي قبل أن يتحول هذا الشعب الفلسطيني بمجموعه في داخل هذا الوطن الفلسطيني وخارج هذا الوطن الفلسطيني، ومعنا جموع جماهير هذه الأمة العربية التي لن تبقى خانعة ولن تبقى نائمة وستتحرك في شوارعها في مدنها وقراها، لأن هذا الغول الأمريكي سيبتلع الكل لصالح هذا العدو الصهيوني. نحن اليوم سنكون في شوارع فلسطين في أزقتها في قراها في أريافها في مخيماتها لنقول لهذا العالم أن نضالنا مستمر وعطاءنا مستمر وإرادة هذا الشعب الفلسطيني لن تلين. ومن كان يتوهم أنه يستطيع أن يبقي عناصر الحراك واللعب والفوضى في الملعب الفلسطيني عليه أن يعيد حساباته من جديد. هذا الملعب الفلسطيني ملعب محصن مصان بقيادة حكيمة بدماء شهداء بتضحيات مناضلين أسرى، وبالتالي المطلوب منا جميعا كأبناء لهذا الشعب الفلسطيني سواء فصائل منظمة التحرير وفي مقدمتهم حركة فتح
أو فصائل العمل الإسلامي، ودعني أقول وبمنتهى الصراحة، كل من يدعي الوطنية الفلسطينية وهذا الحرص على هذا الوطن الفلسطيني والدم الفلسطيني والمقدسات الفلسطينية والمستقبل الفلسطيني عليه أن يثبت ذلك في الميدان اليوم. نعم، سنكمل وإياك بالحديث، ولكن كما أيضا ممارسات الاحتلال لم تتوقف من صباح اليوم، وأيضا كانت من الأخبار الموجودة صباح اليوم من هجوم قطعان مستوطنين على بلدة الجبعة، وقبل قليل أيضا تواجدت قوات الاحتلال هناك في بلدة الجبعة في بيت لحم. سنكون مع زميلنا هاني فنون ليضعنا بالصورة أكثر، وأيضا عن الفعاليات التي ستقام في مدينة بيت لحم منددة بالقرار الأمريكي. صباح الخير هاني. وصباح الخير لجميع مشاهدي الكرام. صباح الخير هاني، المشهد لديك هذا الصباح. صباح الخير، صباح الخير لجميع المشاهدين. نعم، ألا يعني المشهد هنا في قرية الجبعة، يعني قبل أن نتحدث عن ما يحصل الآن وما يقوم به جيش الاحتلال بعد عدوان المستوطنين على القرية، يعني بيت لحم استيقظت اليوم على خبر مفجع وهو استشهاد الأسير الشهيد سامي أبو دياق جراء التعنت الاحتلالي، جراء الإهمال الطبي المتعمد بحق هذا الأسير الشهيد. يعني بيت لحم أضافت إلى يوم الغضب هذا اليوم مسألة واستشهاد الشهيد ومعاناة أسرانا المرضى في سجون الاحتلال، استفاقت على هذا الخبر المفجع بعد أن يعني كان الشهيد والأسير وطالب أهاليه بأن يتم الإفراج عنه حتى يعني يقضي أيامه الأخيرة وأوقاته الأخيرة في منزله بين أحضان أمه، لكن الاحتلال تعنت ويعني أبى أن يخرج الشهيد الأسير سامي أبو دياق من أقبية السجون لكي يعيش لحظاته الأخيرة في بيته وفي منزله وفي على تراب وطنه، لكن الاحتلال دائما يؤكد ويصر على يعني على عن جهيته وعنصريته تجاه أبناء شعبنا. هذا الأمر يعني سيكون له صدى كبير أثناء فعاليات الغضب في بيت لحم. في الموقع الذي أتواجد فيه في قرية الجبعة إلى الجنوب الغربي لبيت لحم، المستوطنون في ساعات الفجر الأولى قاموا باقتحام الحي الشرقي من القرية، وقاموا بإعطاب عشرات المركبات، إعطاب إطارات هذه المركبات، خط شعارات عنصرية بالانتقام من العرب وبالانتقام من الأهالي في هذه المنطقة، قاموا بتخريب ممتلكات أخرى. أحد المساجد هنا تعرض أيضا لخط شعارات من قبل المستوطنين في هذه المنطقة في محيط هذه الأراضي. وكما تشاهدون المشهد، الاحتلال يقوم وشرطة الاحتلال تقوم بمعاينة موقع الاعتداء الآثم من قبل المستوطنين في هذه المنطقة. على نتحدث عن عشرات المنازل تعرضت إلى اعتداءات من المستوطنين، للأسف لم يكن أحد المواطنين مستيقظ لمشاهدة ذلك، لكن تم توثيق هذا الاعتداء من قبل كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط هذه المنازل. ما يقوم به المستوطنون هو عملية تخريب ممتلكات المواطنين للمرة الثانية خلال هذا العام. في مطلع هذا العام تعرضت هذه القرية وهذا الحي على وجه التحديد من قبل مستوطنين مستوطنة بيت عين الإرهابية التي تعتبر وكرا للمستوطنين الإرهابيين في المنطقة الجنوبية من بيت لحم، حيث أنهم قاموا وسبق قبل ذلك أن قاموا بحرق مسجد الهدى في القرية، وأيضا قاموا بتقطيع الأشجار قبل شهر من هذا الآن. أتحدث مع ذياب مشاعل رئيس مجلس قروي الجبعة عن هذا الموضوع. ذياب، يعني كيف ترصد لنا هذا الاعتداء، خاصة أن هناك استهداف متكرر للقرية في هذا اليوم وإذا سبقه ذلك؟ أول شيء يسعد صباحكم، أنا بشكر تلفزيون فلسطين أنه سارع من لحظة العلم بالموضوع إلى التواجد في القرية ورصد الأحداث أول بأول. النقطة الثانية، نحن نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الفلسطيني بوفاة الشهيد في سجون الاحتلال أبو دياق. أما بالنسبة لما يجري في القرية، يبدو أن هناك مسلسل مدروس من قبل إما الحكومة الإسرائيلية أو المستوطنين بالضغط على سكان هذه القرية في محاولة لتقليص العدد أو تهجيرهم أو إلى آخره، نتيجة الاعتداءات المتكررة والتي كان آخرها صباح هذا اليوم حوالي الساعة 2:10 قاموا باقتحام هذا الحي وإعطاب حوالي 13 سيارة لجميع العجلات في كل سيارة، بالإضافة إلى كتابات شعارات تهديد بأن نحن سنعود إليكم وسنكرر هذا العمل، بالإضافة إلى رسم نجمة داود. فهذا العمل يوحي بأن هناك مخطط صهيوني على هذه القرية.
لأن مجيء الشرطة الإسرائيلية أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي تكرر كل مرة من أيام إحراق المسجد من أيام العام الماضي في نفس الحي، تم كتابة الشعارات والتهديد والعطاب، وفي هذه المرة كل مرة يأخذون بصمات ويأخذون تحقيقات ويأخذون الأهالي إلى تقديم شكاوي عند الإسرائيليين ولكن دون جدوى. فهذا يوحي بشيء أو في هناك لغز لدى الحكومة الإسرائيلية أو المستوطنين. تحدث عن أشياء مدبرة يعني من قبل المستوطنين ومن قبل الاحتلال في ذات الوقت. نشكرك يا رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة ألاء وعلاء يعني ما فيما يتعلق بالفعاليات التضامنية يعني جيش الاحتلال. قبل ستحدث عن جيش الاحتلال يمنعنا من يعني التصوير في مناطق أخرى سوى هذا المكان. جيش الاحتلال جنود الاحتلال يقفون عند المصور في هذا الأثناء لمنعه من التصوير، لكن يعني دعيني أشير قبل أن يقوم الاحتلال بأي اعتداء علينا أن الفعاليات في محافظة بيت لحم علاء وألاء هي اليوم ستكون في الساعة 12 تجمع لجميع الفعاليات الفصائل جميع أيضا يعني المهتمين في هذا اليوم وفي هذه الدعوة التي قامت عليها حركة فتح وبعض فصائل وفصائل العمل الوطني. هناك سيكون تجمع في منطقة باب الزقاق، أيضا في مناطق تماس، تتحدث عن مناطق تماس في بيت لحم مثل تقوع والخضر والجبعة، هي يعني سيكون فيها تجمعات من أجل يعني تلبية يعني دعوة الفصائل وحركة فتح للوقوف ضد كل الممارسات والإجراءات الأمريكية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا. نحن نتحدث أيضا عن إجراءات المستوطنين التي نحن نوثق هذه الاعتداءات كما هو الحال في قرية الجبعة. هذا سيقف أبناء شعبنا غضبا على هذه الإجراءات الاحتلالية وأيضا القرار الأمريكي يعني بضم المستوطنات ومنطقة الأغوار إلى الجانب الاحتلالي. هذا يعني سيكون له تداعيات كبيرة لدى أبناء شعبنا في جميع وفي سائر المحافظات. إليك ألاء وعلاء. شكر لك هاني على كل يعني هذه المعلومات، وأيضا نتمنى لك السلامة، وأكيد متواصلين معكم في جولاتنا في محافظات الوطن في هذا اليوم يوم الغضب. إلى نابلس الآن ومراسلنا هناك بكر عبد الحق. يسعد صباحك بكر. صباح الخير بكر. صباح الخير ألاء وعلاء، صباح الخير لأبناء شعبنا والرحمة للشهيد سامي أبو دياك، ومن هنا نبرق التحية للأسرى في سجون الاحتلال والتعازي لاستشهاد الأسير أبو دياك شهيد آخر على مذبح الإهمال الطبي، وهذه الجريمة النكراء التي لعلها توقظ ضمائر العالم تجاه قضية الأسرى والأسرى المرضى بالتحديد والأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ أسابيع. محافظة نابلس كسائر محافظات الوطن سيكون الغضب اليوم فيها مضاعفا، غضب على تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان وغضب على استشهاد الأسير سامي أبو دياك. هنا في ميدان الشهداء تجري الاستعدادات على قدم وساق لمهرجان مركزي تنظمه فصائل العمل الوطني في المحافظة. عند الساعة 12 ظهرا سيكون هناك مسيرة مركزية ستنطلق من المجمع الشرقي باتجاه ميدان الشهداء. هنا على المنصة الرئيسية سيكون هناك كلمتين، كلمة لمحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان وكلمة لعضو اللجنة المركزية السيد عباس مشعل. طبعا هذا الحراك الجماهيري يأتي استجابة لنداء القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل على الأرض للتصدي للعنجهية الأمريكية التي توالت عبر عديد القرارات منذ عامين، بدءا من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مرورا بالحصار المالي لوكالة الأونروا ومحاولة تصفية هذه المؤسسة على طريق تصفية حق العودة وحقوق اللاجئين، أيضا إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن والحصار المالي للسلطة الوطنية. وذروة هذه العنجهية الأمريكية تجلت في تصريحات وزير الخارجية باعتبار المستوطنات كيانات شرعية، وهو تحد صارخ للإرادة الدولية التي عبرت قبل 3 أعوام عبر القرار 2334 بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 67. كثيرة هي المعطيات التي يستحضرها المواطن الفلسطيني هنا في مدينة نابلس اليوم. نتحدث عن 198 مستوطنة جاثمة على الأرض الفلسطينية و220 بؤرة استيطانية وأكثر من 800,000 مستوطن يعيثون فسادا وخرابا في الأراضي الفلسطينية، منهم من سيقتحم هذه الليلة قبر يوسف بحماية من جيش الاحتلال ليمارس طقوس العربدة في هذا الموقع التاريخي والديني. للوقوف أكثر حول الرسائل التي استبقها محافظة نابلس اليوم عبر المشاركة الجماهيرية التي متوقع أن تكون كبيرة في فعاليات الغضب والتحدي لقرارات الإدارة الأمريكية، انضم إلينا السيد جهاد رمضان أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس. يعني هذه المعطيات سيد جهاد يستحضرها المواطن هنا في مدينة نابلس،
وهناك تصريح كان للسيد جمال المحيصن حول أن هذا البرنامج سيكون مستمر وصولا لانتفاضة شاملة. كيف ستعكسون هذه التصريحات عملية على الأرض، وماذا في جعبتكم كفصائل عمل وطني للحفاظ على ديمومة الحراك الجماهيري للتصدي لكل هذه التحديات التي تنتظر القضية الفلسطينية؟ يعني بداية دعني أتوجه إلى عائلة الأسير البطل سامي أبو الدياك بخالص مشاعر التعزية والمواساة باستشهاد الشهيد سامي أبو دياك الذي قضى بفعل إهمال طبي، وهو جريمة وهي وصمة عار في تاريخ الحركة الصهيونية في تاريخ مصلحة السجون. هذا الشهيد الذي يحمل 222 من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، وهذا الشهيد الذي مرة أخرى يسلط الضوء على العشرات بل المئات من الأسرى المرضى والاحتلال الذي يمارس شهوة القتل والذي يمارس التعذيب والذي تسبب باستشهاد العديد من الشهداء، كان آخرهم بسام السائح منذ فترة هنا في نابلس وعمر يونس والبارود والعديد من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة. لذلك اليوم سيكون كما أسلفت الغضب مضاعفا هنا في محافظة نابلس، واليوم ستنطلق هذه المسيرة للتعبير عن موقف فلسطيني موحد في كل الأراضي الفلسطينية، أراضي دولة فلسطين المحتلة، الدولة المراقبة في الأمم المتحدة. ولذلك سيكون الصوت الفلسطيني ليس فقط عبر المسيرات، إنما ستكون هذه المسيرة الحاشدة الغاضبة إذانا ببدء مرحلة جديدة، القيادة الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير، أمناء عامين، وفي كل المحافظات هناك حالة من الغليان، هناك حالة من الاحتقان. كل هذه الإجراءات الاحتلالية وعصابات المستعمرين المنفلتة التي تمارس الاعتداءات والعبث بممتلكات وبأرواح مواطننا الفلسطيني، والتي تقودها حكومة يمينية، حكومة نتنياهو الذي يهرب من السجن باتجاه الجرائم باتجاه شعبنا الفلسطيني. إضافة للتصريحات الأمريكية، اليوم ستكون هناك مسيرة نعم حاشدة، لكن سأعقبها برنامجا نضاليا متصاعدا متدحرجا سيكون على نقاط التماس وعلى الشوارع الالتفافية، لأن شعبنا الفلسطيني لن يبقى صامتا على استمرار مثل هذه الجرائم. ولطالما أكدنا على أن الإرادة الفلسطينية الحذر من أن تختبر، لأنها كانت جاهزة على الدوام وهي منسجمة وهي متكاملة مع موقف سياسي فلسطيني صلب تمثله قيادة فلسطينية حكيمة حازمة تتمثل الثوابت الوطنية وتتمسك بها، وكل هذه الإجراءات الاحتلالية لن تغير من واقع الحال، وستبقى إرادة شعبنا الفلسطيني والمعنويات عالية إن شاء الله، والجماهير هي التي ستقول كلمتها، وفصائل العمل الوطني حقيقة طامر جنبا إلى جنب مع حركة فتح. نعم، شكرا شكرا السيد جهاد رمضان أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس. نعم، والرهان على إرادة الجماهير دائما رهان رابح. هذه الصورة ألاء وعلاء في محافظة نابلس ستكون حتما في تغطية لكل الفعاليات التي تشهدها المحافظة هذا اليوم. تفضل. شكرا لك زميلنا بكر عبد الحق وضيفك بهذه النافذة والمشاركة، وبالعودة إلى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الأستاذ ماجد الفتياني، والحديث عن المقاومة الشعبية السلمية من خلال هذه التظاهرات، هذا الأسلوب الذي وصل بالرسالة الفلسطينية والحق الفلسطيني إلى الكل على صعيد الأعوام الأخيرة، وأيضا آلية توظيف هذه المقاومة لإعلاء الصوت وإعلاء الحق الفلسطيني. يعني أولا يجب أن يكون مفهوما أن فلسطين ليست جنوب أفريقيا ولا الهند، يعني لا يمكن أن نستنسخ نموذج المهاتما غاندي أو نيلسون مانديلا على أرض فلسطين. وأيضا نحن لسنا السيد المسيح كفلسطينيين، صحيح أن المسيح فلسطيني وحامل رسالة ورسول، إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، يعني بدنا نغير النظرية، ولكن بإرادة فلسطينية وجهد فلسطيني وتخطيط فلسطيني بتصاعد فلسطيني كما نراه في مصلحة شعبنا الفلسطيني. والذي يعتقد داخليا وخارجيا أن هذه الثورة الفلسطينية التي قدمت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى قد خارت قواها، فعليه أن يعيد حساباته وهو يعيش في وهم. شعب التضحيات قادر، ونحن نقول لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ولأبناء حركة فتح تحديدا، وفي هذا اليوم الذي ربما إذا جاز التعبير نشعل فيه انطلاقة مرحلة
جديدة من هذا العطاء الوطني والعمل الوطني الجديد على أرض فلسطين، ليس رداً فقط على تصريحات بومبيو أو الإجراءات الإسرائيلية. إسرائيل تسيطر على هذه الأرض الفلسطينية وتتخذ قرارات منذ عام 1967. الأغوار الفلسطينية 85% منها مناطق عسكرية مغلقة لا نصلها منذ عام 1969. المستوطنات في الأغوار تمتلك حوالي 12% من الأراضي، بمعنى أننا نحن الفلسطينيين لا نتحرك في الأغوار الفلسطينية بأكثر من 4% من مساحة الأراضي. هذه إجراءات قائمة على الأرض، والإعلان عنها لا ينشئ حقا ولا يغير من طبيعتها. ولكن نحن رسالتنا لكل الوطنيين الفلسطينيين، باعتبار أن فتح هي أم الوطنية الفلسطينية، ورسالتها يجب أن تكون أوضح الرسائل لهذا الشعب الفلسطيني، حتى لا يختبئ أحد لا خلف ظهر الاحتلال ولا خلف هذه الجدران العنصرية التي بناها الاحتلال، ولا يتذرع بأي من الأسباب. نحن يا أبناء شعبنا ويا جماهير شعبنا لا نريد أن يحاصرنا العدو في مسيراتنا وجهدنا النضالي في مراكز المدن، وكأننا فقط نريد أن نوجه رسالة معنوية أو سياسية، معنوية داخلية وسياسية للعالم. يجب أن يكون الحراك الشعبي على كل بقعة أرض فلسطينية تحت الاحتلال، في القرية والمدينة، في الشارع، أمام المستوطنة، أمام المدرسة، حتى نرهق هذا الاحتلال ويدفع كلفة هذا الاحتلال. هذا أكثر احتلال رخيص الكلفة على وجه الكرة الأرضية. صحيح. هو يجبي منا ويعاقبنا في نفس الوقت. لذلك رسالة فتح واضحة، نحن لا نسعى إلى مسيرات في مراكز المدن فقط. نعم أستاذ ماجد، يعني ذكرت أنه لا يمكن استنساخ تجربة الهند ولا أيضا تجربة جنوب أفريقيا، يعني هناك معطيات مختلفة وحسابات مختلفة. تحدث عن المقاومة الشعبية على كل الأرض الفلسطينية، على كل أرض محتلة من قبل إسرائيل، لكن على مستوى جهود أخرى وآليات أخرى لمواجهة هذا القرار تحديدا، قرار شرعنة الاستيطان. هناك وقوف عربي، رفض عربي لمثل هذا القرار اعتباره لاغي وغير قانوني، أيضا وقوف أوروبي مع فلسطين. ما هي الخيارات المتاحة أمامنا الآن؟ يعني ليعذرنا الجميع، نعم، عربا وعجما، لقد أشبعته ضربا. وعلى رأي المثل الفلسطيني اللي بقول لاحني ولحته من كثر عزمي جيت تحته. هذه الشعارات وهذه المواقف والاختباء فقط خلف هذه القرارات الدولية التي صدرت عن مؤسسات دولية لم يعد كافيا في هذه المرحلة التي تزداد فيها الهجمة على الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني. من كان يعتقد أنه أكثر منا إيمانا فمقدساته الإسلامية تتعرض للخطر، ومن كان مسيحيا مقدساته المسيحية تتعرض للخطر، ومن كان قوميا أرضه تتعرض للخطر. دعونا نخرج من قوقعة مفردات هذه اللغة الفضفاضة إلى ميدان الفعل الرسمي. من هذه الدول العربية تحديدا استدعت السفير الأمريكي أو القائم بالأعمال الأمريكي إلى وزارة الخارجية فيها لتقول له ما قاله وزير خارجيتك مرفوض جملة وتفصيلة، وأسمعته رسالة واضحة. نحن والشعوب العربية شبعنا من هذه الشعارات. بصراحة صدر بيان عن مجلس وزراء الخارجية العرب، ندين ونستنكر ونرفض، بيان يراكم فوق بيان، حتى أن غبرة الرفوف في أروقة الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة لم تعد تسمح للباحثين في رؤية أرقام الملفات التي صدرت فيها قرارات بحق القضية الفلسطينية. نحن نريد فعل. أوروبا رفضت، ما الذي يمنع أوروبا من الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس إذا كانت جادة في موقفها برفضها لما جاء على لسان بومبيو، برفضها وتمسكها بحل الدولتين؟ أوروبا تستطيع أن تضغط وتستطيع أن تستقل بسياستها، ونحن نقول للأوروبيين أنكم معرضون للخطر كما هو الشرق الأوسط.
ما يجري على مستوى حلف الناتو وما يحاول السيد ترامب من تدفيع الجزية أيضا للدول الأوروبية هو مسلسل. هذا التاجر الأمريكي الكاوبوي الأمريكي الذي يحكم في البيت الأبيض يريد هذا العالم مجموعة من العبيد، وأوروبا مهددة كالشرق الأوسط، ونقول هذا بكل وضوح. لذلك نحن نريد أن نقول لشعبنا الفلسطيني مباشرة: يا شعبنا الفلسطيني، القيادة والشعب يجب أن تلتحم في ميدان المواجهة مع هذا الاحتلال بالأساليب والوسائل التي تتناسب كل موقع، لأن ظروف أبناء شعبنا في المدينة في المخيم في القرية تختلف من مكان إلى آخر، ولكن الهدف واحد هو مقاومة هذا الاحتلال، مقاومة هذا المستعمر الجاثم. نعم. حتى لا يجرؤ هذا المستوطن للوصول إلى بورين أو قصرة أو عريف أو الجبعة أو أي قرية فلسطينية ليعيد فسادا في أزقتها، يكتب شعارات، يعطل سيارات، يقطع أشجار الزيتون، يجب أن تقطع يد أحدهم في مكان ما وهو نعم. يمارس هذا الفعل. أخيرا المؤسسات الدولية. نعم. المؤسسات الدولية، الصليب الأحمر، كل هذه المؤسسات. بالأمس طردوا السيد عمر مسؤول هيومن رايت ووتش. صحيح. ماذا كان رد المجتمع الدولي؟ صمت. ماذا كان؟ صامت. كل هذه الوثائق الدولية، اتفاقية جنيف، سويسرا الدولة الراعية، ألا يستحق من هذه الدولة أن تقول شيئا في هذا الصباح بعد استشهاد هذا الأسير؟ نعم. بعد هدم البيوت، بعد اقتلاع، يعني نحن القيادة السياسية، الأخ أبو مازن، المؤسسات الرسمية الفلسطينية تقوم بجهد دبلوماسي جبار يحصن هذه القضية سياسيا على المجتمع الدولي. وهنا كنت أتحدث أخيرا على دور ممكن نحكي الجاليات الفلسطينية في الخارج، ما الأقاليم، أقاليم فتح في أوروبا في أمريكا، والدور أيضا في الحراك ليس فقط على أرض فلسطين وإنما حراك في المناطق الدولية لكل فلسطيني موجود هناك لإعلاء أيضا هذه الرسالة. يعني ليسمح لي الجميع، عندما أصبح هذا النضال مدفوع الثمن أصبح لا يجدي، لذلك القناعة يجب أن تمارس. هل هذا الوطن لنا أو لآخرين؟ استطاعوا أن يزرعوا في وعينا أيضا منظومة مصالح ذاتية. صحيح. حتى أصبحت أنا أدافع عن مصالحي الخاصة والذاتية قبل أن أحتضنك، ربما تكون جريح أو أمد يدي لك لتقف على قدميك من جديد. لذلك نقول لهم: مصلحتنا جميعا نحن الفلسطينيين في هذا الوطن الفلسطيني، في هذا التراب الفلسطيني، إذا كنا حقا نؤمن بالفكرة التي حملناها وتوارثناها من شهدائنا. أما جالياتنا الفلسطينية سواء في أوروبا أو في الأمريكيتين، وأبناء شعبنا في مخيمات الشتات واللجوء في سوريا ولبنان والأردن وفي كل مكان، وهذه الجماهير العربية التي احتضنتنا، هناك عشرات بل مئات الشهداء من أبناء أمتنا العربية في صفوف هذه الثورة الفلسطينية، كانوا يأتون من تونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان واليمن والكويت. نعم. استشهدوا من أجل هذه القضية الفلسطينية. نقول لجماهيرنا العربية: نريد موقفا عربيا واضحا. نعم. لماذا لا تمتلئ اليوم شوارع ومدن هذه العواصم العربية ومخيماتنا في الخارج وأبناء جالياتنا في أوروبا وغير أوروبا؟ لماذا؟ نعم. علينا أن نتحرك جميعا ولا ننتظر تعليمات. جزيل النضال الشكر. ليس بحاجة إلى تعليمات يومية. نعم. جزيل الشكر لوجودك معنا أستاذ ماجد، نأسف على المقاطعة لكن لضيق الوقت، كل التحية لوجودك أطلنا الحديث معنا. معك شكرا لتواجدك وشكرا لرسالتك. مشاهدينا مستمرين معكم أيضا في المسيرات الجماهيرية في مراكز المدن تنديدا بالقرارات الأمريكية. المشرعين للاستيطان ومعنا من أريحة الآن وطن بلاص. صباح الخير وطن، ما هي الصورة عندكم في أريحة؟
نعم، يسعد صباحكم علاء ولاء، صباح الخير لكل مشاهدينا. بداية الرحمة لكل شهداء فلسطين والرحمة لروح شهيد الحركة الأسير الذي ارتقى ليلة أمس بعد صراع مع المرض، الشهيد الأسير سامي أبو دياك. كما قلت علاء، فاليوم في كل محافظات الوطن هناك فعاليات غاضبة ومنددة بالقرارات الأمريكية المتعلقة بشأن القضية الفلسطينية، لا سيما الأخيرة منها وتصريحات مايك بومبيو بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية باعتبار المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي. مدينة أريحة على غرار كل المحافظات الفلسطينية ستشهد اليوم وقفات منددة ومناهضة بهذا القرار. اليوم ستكون هناك وقفة احتجاجية على دوار المدينة في تمام الساعة 11. أيضا هناك سيكون تعليق جزئي لدوام المدارس انسجاما مع هذه القرارات ومع هذا الحراك الشعبي لمناهضة هذه القرارات الجائرة بحق شعبنا ودعم القضية الفلسطينية. لمزيد من التفاصيل حول الفعاليات التي ستكون اليوم في مدينة أريحة ينضم إلي أمين سر حركة فتح في أريحة السيد نائل أبو العسل، أهلا بك معنا، صباح الخير. صباح الخير. طبعا بالبداية بنحيي شعبنا الصامد الصابر القابض على الجمر، طبعا الرحمة لشهدائنا الأبطال، الرحمة للشهيد البطل شهيد الحركة الأسيرة شهيد سامي أبو دياك. طبعا إحنا في محافظة أريحة مثلنا مثل باقي المحافظات، طبعا سيكون هناك سلسلة فعاليات على مستوى المحافظة، هذه المحافظة اللي دائما تقف بجانب القيادة ودعما ومساندا للقيادة الشعب الفلسطيني في وجه الطغيان المدعوم أمريكيا. طبعا في البداية احنا اليوم ان شاء الله الساعة 11 عاملين الفعالية الكبرى المركزية على الدوار، يوم غد يوم غضب شعبي في محافظة أريحة، ايضا يوم الخميس اضراب شامل وعام في جميع محافظة أريحة، واحنا بنناشد اهلنا في المحافظة الوقوف إلى جانب القيادة، إلى جانب الشرعية، إلى جانب قضيتنا التي عليها هجمة شرسة من الإدارة الأمريكية. رسالتكم لأبناء شعبنا الذي يقف اليوم موحدا بكل أطيافه ضد هذه القرارات الجائرة والمجحفة بحق شعبنا الفلسطيني؟ طبعا رسالتنا للشعب الفلسطيني الوحدة والتماسك وحق المصير للشعب الفلسطيني. هذا اليوم لازم احنا نتوحد فيه جميع فصائل منظمة التحرير، الفصائل الإسلامية، حماس، الجهاد الإسلامي، احنا لازم نكون يدي واحدة في وجه هذا الطغيان الأمريكي الإسرائيلي. حان فرصة انه احنا نكون كلنا على قلب واحد متماسكين. يعني أهمية مثل هذه الفعاليات خصوصا في محافظة أريحة والأغوار التي يحيط بها أكثر من 39 مستوطنة في أريحة، والأغوار التي هي بطبيعة الحال مستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أيضا مصادقة نتنياهو على شرعنة البؤرة الاستيطانية ميفؤوت مؤخرا، وهذا ما يدعم قرارات الإدارة الأمريكية بشرعنة المستوطنات. طبعا شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأغوار طبعا أحد الثورة الشعبية اللي راح تكون من أريحة. طبعا أريحة اليوم راح تكون لها كلمة جادة، كلمة قوية على مستوى الشارع. طبعا المتضرر الأكبر اللي هي الأغوار، إغلاق مقر التربية في القدس، أيضا إغلاق مكاتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة، كل هذا الإشي انعكس على الشعب الفلسطيني. إحنا اليوم راحين يكون لنا وقفة احتجاجية قوية، احتمال هذه الوقفات تستمر لفترات طويلة، رايح يكون عندنا هناك نفس قوي وعميق في هذا الموضوع. لك نائل أبو العسل أمين سر إقليم فتح في محافظة أريحة والأغوار. إذن على ولا كما قلنا اليوم في محافظة أريحة كما كل المحافظات والمدن الفلسطينية تشهد فعاليات غاضبة ومنددة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية والتي تدعو إلى شرعنة الاستيطان واعتبار المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي. جزيل الشكر لك وطن، وأيضا الشكر موصول لضيفك على ما تفضل به من معلومات. وننتقل مباشرة إلى نافذة أخرى ومن الخليل ومراسلنا هناك ساري العويوي. سعد صباحك ساري. صباح الخير ساري.
صباح الخير على صباح الخير على وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام. يعني استشهاد الأسير سامي أبو دياك زاد من حدة توتر الشارع الفلسطيني في صباح هذا اليوم الذي سيخرج بمسيرات غضب في مختلف أرجاء محافظة الخليل التي تشهد اليوم عدة فعاليات تنديدا واحتجاجا على قرار وزير الخارجية الأمريكي بشرعنة الاستيطان غير الشرعي. الخليل ربما تختلف عن باقي محافظات الوطن نتيجة وقوع الاستيطان في قلب مدينة الخليل. هذه التصريحات الأخيرة من وزير الخارجية الأمريكي أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين بتكثيف اعتداءاتهم، حيث شاهدنا في الأيام الأخيرة الماضية مجموعة اعتداءات لم تشهدها الخليل من قبل، ومجموعة اقتحامات أيضا لمناطق أخرى ككنيسة المسكوبية في وسط مدينة الخليل، وأيضا دعوات المستوطنين للاستيلاء على المزيد من ممتلكات ومنازل المواطنين في قلب البلدة القديمة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف لربط المستوطنات الخمس المقامة في قلب مدينة الخليل ببعضها البعض. للحديث عن المسيرات التي تشهدها محافظة الخليل اليوم من شمال الخليل حتى جنوبها، معي هنا السيد عماد خروات أمين سر حركة فتح إقليم وسط الخليل الذي ينضم إلينا. أهلا بك سيد خروات معنا في برنامج فلسطين هذا الصباح. بداية صباح الخير. صباح الخير أخي ساري لك ولجميع المشاهدين الكرام. يسعد صباحك. يعني الاعتداءات التي شهدتها الخليل في الآونة الأخيرة اعتداءات لم تشهدها من قبل، اعتداءات ومحاولة استيلاء على ممتلكات، اقتحام كنيسة المسكوبية، كل هذه الاعتداءات دفعتكم في حركة فتح لإطلاق مبادرات عديدة كزيارة أداء صلاة فجر الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف، دعتكم اليوم في مسيرة غضب واحتجاج ستنطلق إلى نقاط التماس. حدثنا عن خطتكم في حركة فتح لمواجهة كل هذه الإجراءات الاستيطانية. أول شيء أخي ساري، يعني نحن نعلم جيدا بعد قرار وزير الخارجية الأمريكي بشرعنة الاستيطان الشرعي في فلسطين. نعم. هذا شيء يعني غريب على القيادة الأمريكية الذي يعني شرعنت القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية بخطوات سابقة، وهو تحالف يعني ظاهر وواضح لأول مرة في تاريخ الأمريكان اتجاه تحالفهم العلني مع الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. نحن في حركة فتح باجتماعات مكثفة أعلنا حالة الاستنفار على مستوى كل محافظات الوطن، أول شيء رفضا للقرارات الأمريكية بحق المجحف للفلسطينيين، وثانيا رفضا قاطعا لكل المستوطنين أينما كانوا داخل أراضي 67 بشكل عام، الأرض متفق عليها للسلام. أما مدينة الخليل بالذات تعيش أمور صعبة وخاصة في محافظة الخليل. نحن نعلم بأن الاستيطان يوجد داخل قلب مدينة الخليل، ويوجد اعتداءات يومية بكل أسف على المواطنين الذين يسكنون كل المناطق المغلقة في قلب هذه المدينة، ولكن بعد القرار الأمريكي تفاجأنا بحجم الاعتداء المكثف من قبل المستوطنين على كل أبنائنا داخل هذه المناطق، وعلى العمل على ترحيلهم من منازلهم ومن محلاتهم التجارية وإفراغ هذه المنطقة من السكان القانطين في هذه المنازل. ولكن حركة فتح أعلنت عدة مبادرات في هذه المدينة لصمود أهلنا في هذه المناطق الحساسة ولتكثيف عدد السكان في هذه المناطق، ورفضا لوجود الاحتلال أو المستوطنين في هذه المناطق. فنحن كحركة فتح شكلنا لجان دائمة يوميا لحماية أهالي مناطقنا المغلقة وعدم السماح للمستوطنين بالاعتداء عليهم أو الاستفراد بهم بشكل دائم. سنعمل جاهدين لطرد هؤلاء المستوطنين من هذه المنطقة. نحن نعلم بأن 400 مستوطن يسكنون حوالي بين 100,000 فلسطيني في هذه المناطق ويعتدون عليهم بشكل يومي. يعني سريعا عن فعالية هذا اليوم التي ستنطلق من كنيسة المسكوبية في يوم الغضب الذي أعلنتم عنه في مدينة الخليل. نعم أخي ساري، نحن نعلم بأن حركة فتح أعلنت الاستنفار الكامل في كل صفوفها على مستوى كل محافظات الوطن. أما اليوم سيخرج كل الشعب الفلسطيني أول شيء خلف قيادته الممثلة بالرئيس محمود عباس الرئيس الشرعي لهذا الشعب الفلسطيني، وهي إيصال رسالة إلى الأمريكان وإلى كل العالم بأن هذا الشعب موحد يرفض الاحتلال ويرفض الاستيطان ولن يتعاطى مع أي قرار خارجي يشرعن الاحتلال والاستيطان على الأراضي الفلسطينية، ولكي يرى اليوم كل العالم بأن هذا الشعب ملتف التفاف حقيقي اتجاه قيادته الفلسطينية. ولن نوقف هذه المسيرات وهذه الاحتجاجات وهذه حالة الاستنفار الموجودة عند الحركة حتى رجوع الأمريكان عن موقفهم الظالم بحق الشعب الفلسطيني، وحتى أن يكون المجتمع الأوروبي والمجتمع العربي كلمته اتجاه الفلسطينيين بأن هذا ظلم يقع على الشعب الفلسطيني ويجب رفضه من كل العالم
أينما كان. أشكرك السيد عماد خرباط أمين سر حركة فتح إقليم وسط الخليل. الخليل ومحافظة الخليل يوم تشهد عدة فعاليات، أبدأ من شمال الخليل، هناك مسيرة ضخمة ستنطلق، مسيرة غضب من وسط مدينة حلحول باتجاه البرج العسكري المقام على مدخل المدينة، ومن المتوقع أن تندلع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي تتمركز في تلك المنطقة. المسيرة الأخرى في وسط مدينة الخليل تنطلق من كنيسة المسكوبية باتجاه منطقة باب الزاوية مدخل شارع الشهداء المغلق، وأيضا رفضا وتنديدا لهذا القرار الأمريكي الجائر، ومن المتوقع أيضا أن تندلع مواجهات أخرى في جنوب أقصى جنوب محافظة الخليل وتحديدا في مدينة يطا. هناك أيضا فعالية أخرى ستكون وسط مدينة يطا باعتصام ومن ثم الانطلاق بمسيرة أخرى ربما على مدخل مدينة يطا على الشارع الرئيسي، ربما أيضا تندلع مواجهات أخرى ومناطق أخرى عديدة كالمخيمات التي ستنطلق بمسيرات عفوية تنديدا بهذا التصريح الأمريكي الجائر وتأكيدا على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية. هذا كل ما لدينا في محافظة الخليل لهذا اليوم. شكرا زميلنا ساري العواوي كنت معنا من الخليل، ونستمر وإياكم مع شبكة مراسلين في محافظة الوطن انتقالا إلى قلقيلية والزميل أحمد شاور، وما هي الاستعدادات والصورة لديكم حول فعاليات المنددة اليوم؟ صباح الخير لك علاء، وعلاء صباح الخير لمشاهدينا الكرام. اليوم قلقيلية كما باقي محافظات الوطن تنتفض غضبا ورفضا لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي المتعلقة بشرعنة الاستيطان، وأيضا ضد السياسة الأمريكية بشكل عام تجاه القضية الفلسطينية التي مست عديد القضايا الجوهرية في لب موضوع القضية الفلسطينية، منها القدس طبعا ومنها اليوم الاستيطان. وهذه المسيرة تأتي في إطار الرد الطبيعي للشعب الفلسطيني على هذه التصريحات وعلى هذه السياسة الإسرائيلية الأمريكية. سنعرف عن موضوع اليوم من أمين سر حركة فتح في قلقيلية في المسيرة التي ستنطلق اليوم بدعوة من حركة فتح وفصائل العمل الوطني وفعاليات قلقيلية. سعد صباح. صباح الخير لكل المواطنين وللمشاهدين في هذا اليوم الذي يعتبر من أيام الغضب الفلسطيني، والذي نسعى فيه إلى إعادة الأمور إلى نصابها في هذه المرحلة، والمرحلة التي وضعتنا فيها أمريكا وإسرائيل مرحلة خطيرة تمس القضية الفلسطينية، ويجب على أبناء الشعب الفلسطيني عدم الرضوخ لقرارات هذا الترامب اللعين الذي لا أعرف من نصبه ليكون أو ليقوم بتوريث الناس أراضي ليست لهم، أو من الذي نصبه ليكون مسؤول عن قضية الشعب الفلسطيني ويتدخل في شؤون القضية الفلسطينية. فهذا الرجل إذا كان مجنون فليعد بجنونه إلى أمريكا، وليس له علاقة في القضية الفلسطينية، وليس من حقه أن يكون في يوم من الأيام راعي لهذه العملية السلمية التي تجري أحداثها على أرض فلسطين. إذن يعني هناك العديد من الرسائل منها الإدارة الأمريكية وأيضا لإسرائيل، وأيضا تحفيز للشعب للرد على هذه الجرائم. هذا صحيح، لأنه إحنا كشعب فلسطيني الله اختارنا لنكون من المرابطين، وربنا تعهد بأن تكون هذه الأرض أرض رباط، وتعهد أيضا الله بأن يبقى الشعب الفلسطيني مرابط إلى يوم الدين، ونتحدى العالم بأن يستطيع أن يمس القضية الفلسطينية وأن يمس طهارة القدس وأن يمس الأرض الفلسطينية. ممكن أن تكون مراحل فيها نكسات صغيرة، ولكن في النهاية النصر سيكون للشعب الفلسطيني إن شاء الله. شكرا لك سيد محمود والويل أبو جهاد، حدثنا وأيضا نتحدث عن فعالية هذا اليوم. مسيرة حاجدة ستنطلق عند الساعة 12 من ظهر هذا اليوم من ميدان الشهيد أبو علي إياد حتى مقر بلدية قلقيلية، ستكون هناك كلمات مختصرة، ولكن يعني هناك رسالة ستنطلق من هذه المسيرة، بالإضافة إلى توقعات بوجود مواجهات عند نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي. إليكم زملائي.
شكرا لك أحمد وشكر لضيفك بلا شك. ونعود من جديد إلى مراسلنا أحمد نزال في جنين ومن داخل منزل الشهيد سامي أبو دياك. يعني لا شك أنه وضع مؤلم. صباح الخير لك أحمد من جديد. نعم صباح الخير لكم مرة أخرى. نحن الآن كما تفضلتم نتواجد من أمام منزل عائلة الأسير سامي أبو دياك في بلدة سيلة الظهر، حيث بدأت جموع المواطنين تعم هنا المنزل وعائلة الأسير سامي يعني للتضامن مع والوقوف إلى جانب عائلة الأسير سامي، حيث ارتقى ولدها الأسير سامي أبو دياك شهيدا صباح هذا اليوم في مشفى الرملة الاحتلالي، وذلك يعني نتيجة معاناته لمرض السرطان والإهمال الطبي الذي تسبب له هذا الاحتلال وما أدى إلى إصابته بمرض السرطان. كيف عاشت العائلة هذا الجو وكيف تلقت الخبر؟ يعني يكون معنا خال الأسير سامي أبو دياك، تفضل معنا بالوقوف لو تكرمت. يعني عظم الله أجركم أولا على هذا المصاب الجلل يعني بارتقاء الشهيد سامي أبو دياك، كيف تقبلتم ويعني تلقيتم هذا الخبر صباح هذا اليوم؟ في هذا اليوم الحزين استفتحنا على خبر استشهاده، ولكن كان ليس غريبا علينا لأنه في المرحلة الأخيرة جسده لم يعد يستقبل العلاج، فكان مصير استشهاده محتوما. ولكن ألمنا الكبير وحزننا الأكبر في هذا اليوم أننا لم نتمكن أن يستشهد بيننا، والاحتلال يعلم حق العلم مصيره المحتوم قريبا، عاجلا ليس آجلا. يعني كانت للأسير كما تفضلتم أمنية بأن يقضي آخر ساعات عمره في حضن والدته وخارج الأسر، وبالتالي يعني هذه أمنية الأسير لم تتحقق وعائلة الأسير عاشت الأمرين خلال الفترة الماضية. اشرح لنا الصورة لو تفضل. بالنسبة لعائلة الأسير والده ووالدته، والدته بالذات استجدت الجميع، نحبت نحيب العويل حتى يكون ولدها في حضنها يستشهد. ونحن تحدثت أنا أننا كنا واثقون من استشهاده القريب، وليست مفاجأة، ولكن ألمنا الكبير والحزن الأكبر أنه استشهد بعيدا عنا. ونحن الآن ما نريده أن نتمكن من استلام جثمان الشهيد ودفنه وأخذ عزائه. وأنا إن جاز لي التعبير سامي حالة، ولكن الظاهرة أسرى لنا يموتون بدم بارد. نتمنى على الجميع ومن باستطاعته أن يساعد هذه الشريحة للإفراج عنهم أن يقوم بهذا الواجب الملقى عليه. خال الأسير سامي الشهيد سامي أبو دياك، شكرا لكم على هذه المداخلة. بقي أن نقول مشاهدينا الكرام بأن بلدة سيلة الظهر عمها الحداد والإضراب منذ ساعات صباح هذا اليوم، حيث خرجت مسيرة عفوية من قبل طلبة المدارس توجهوا هنا إلى منزل عائلة الأسير سامي أبو دياك. كما تشاهدون في الصورة هنا مئات المواطنين يتجمهرون ويحتشدون أمام منزل عائلة الأسير تضامنا مع العائلة وقوفا إلى جانبها في مصابها الجلل هذا. كما نريد أن نذكر بأن للشهيد الأسير سامي أبو دياك هو شقيق آخر وهو سامر أبو دياك المحكوم مؤبد في سجون الاحتلال، وبالتالي مشهد الألم ما زال مستمرا لدى العائلة حيث فقدت ولدها الشهيد الأسير سامي أبو دياك. نعم شكرا لك زميلنا أحمد نزال، الرحمة لروح الشهيد سامي أبو دياك وأيضا الصبر والسلوان لذويه وعائلته. ونكمل إياكم بجولتنا مع شبكة مراسلين إلى طول كرم والزميل إيهاب ضميري. صباح الخير إيهاب، ما الصورة لديكم والتحضير للفعاليات المنددة بالقرار الأمريكي اليوم؟ نعم صباح الخير، صباح القدس عاصمة دولة فلسطين، صباح الوطن الجميل. بالفعل قبل الحديث عن قضية المسيرات المنددة بالقرار الأمريكي وأيضا الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في كافة مناطق الوطن، يعني حالة من الحزن وحالة من الغضب تسود محافظة طول كرم بعد نبأ استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك. وبالتالي هناك يعني حالة من الحزن كما شاهدناه صباح هذا اليوم،
اليوم ايضا يعني سيكون بعد قليل اعتصام مساند للاسرى وهو الاعتصام الاسبوع امام اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، وبالتالي من المتوقع ان تكون هناك رساله موحده باتجاه هذه الجريمه الجديده التي تضاف الى سجل جرائم سلطات الاحتلال ضد ابناء شعبنا، وهي يعني جريمه مركبه ما بين اهمال طبي، ما بين متعمد، وما بين قتل ببطء لأسير يعني عانى من المرض رغم مطالبات عديدة بالإفراج عنه بشكل مستعجل. وبالتالي خلال الدقائق القادمة سيكون هناك الاعتصام المساند للأسرى، وهو رسالة يعني احتجاجية وأيضا مساندة للأسرى في وقت صعب تعيش فيه السجون أو الأسرى داخل السجون في ظل هذه الممارسات التعسفية المتواصلة. لكن في الحديث عن المسيرات المنددة بالقرارات الأمريكية وآخرها قرار وزير الخارجية الأمريكي المتعلق في موضوع الاستيطان وممارسات الاحتلال، نستضيف معنا هنا حمدان إسعفان أمين سر حركة فتح في محافظة طول كرم. أهلا وسهلا بك، تفضل إلى هنا أخ حمدان. إذا نتحدث اليوم رسالة ستكون واضحة من قبل حركة فتح فصائل العمل الوطني من خلال فعاليات منددة بهذا القرار الأمريكي، ماذا تقولون اليوم؟ أولا نتوجه بالتحية للحركة الأسيرة الأكرم منا جميعا، الأسرى والشهداء الذي كان آخرهم الشهيد البطل سامي أبو دياك بعد قضاء 17 عاما في سجون الاحتلال. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا، أخواتنا، أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية ومشاهدي تلفزيون فلسطين الذي دائما نقدر دوره الوطني المسؤول، نحييكم من محافظة طول كرم بلد الشهيد الأول، هذه المحافظة التي أبت إلا أن تبقى وفية لقيادتها الشرعية منذ أن أعلن ذلك رئيس بلدية طول كرم الأسبق المرحوم حلمي حنون. نحييكم من طول كرم، والآن نقف أمام فصل جديد من فصول الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب. هذه السياسة المعادية لشعبنا، وذلك بشرعنة الاستيطان في منطقة الأغوار وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لإجراءات أخرى، إلا أن شعبنا يرفض بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها الرئيس محمود عباس أبو مازن يتمسك بالثوابت، ونحن معه أيضا في هذه الثوابت. نعم، يعني الفعاليات اليوم كيف ستكون؟ ماذا ستعملون من خلال هذه الفعاليات؟ ماذا ستقولون؟ الفعاليات هي جزء من مسيرات واعتصامات وفعاليات مستمرة ومتصاعدة في كافة الوطن وفي كافة الوطن وكافة المحافظات. اليوم في طول كرم دعوتكم لأبناء شعبنا كيف ستكون المشاركة؟ من أين ستنطلقون؟ المشاركة ستنطلق من مكان الاعتصام الرئيسي للحركة الأسيرة أمام الصليب الأحمر، وتتجه إلى دوار جمال عبد الناصر، ومنها قد تكون مسيرة تجوب شوارع المدينة. تمام، شكرا جزيلا لك الأخ حمدان إسعفان أمين سر حركة فتح في طول كرم على كل هذه الإيضاحات. بالفعل يعني عند الساعة 11 من صباح أو يعني بعد قليل بعد حوالي ساعة سيكون هناك إن شاء الله وقفة على ميدان جمال عبد الناصر وسط مدينة طول كرم، ثم ستنطلق مسيرة تجوب شوارع المدينة منددة بالقرارات الأمريكية ضد أبناء شعبنا، منددة بممارسات الاحتلال وهجمة الاحتلال الشرسة. وطبعا قبل ذلك يسبقها اعتصام مساند للأسرى أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بالتالي كما قال الأخ حمدان إسعفان هي جزء من فعاليات متواصلة سيعلن عنها في المرحلة المقبلة هنا في محافظة طول كرم. هذه هي الصورة لدينا هنا في طول كرم. العودة للزملاء في رام الله. شكرا لك إيهاب، وكل الشكر لضيفك أيضا. إذا يعني في ختام برنامجنا نذكر الدعوة لمسيرات حاشدة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية ليوم غضب احتجاجا على شرعنة الاستيطان من قبل الإدارة الأمريكية والإسرائيلية. أيضا الصبر والسلوان لذوي الشهيد والرحمة لروحه سامي أبو دياك، وباستشهاد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة ل 222 شهيد. سنوافيكم بكل هذه التفاصيل وهذه المسيرات المنددة عبر شاشتنا وعبر موجاتنا الإخبارية وعبر أيضا عبر شاشة تلفزيون فلسطين مباشر. إلى هنا ننهي وإياكم محطتنا الصباحية، وسنكون معكم غدا بنفس الموعد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والأسرة اللي مثل جبال للحرية عطشاني قطبان وليل وموال.
بيبقوا رجال اضعاف بيبقوا.